آلية لتوزيع المواد التموينية الأساسية كالخبز ومياه الشرب من خلال البلديات وشركات توزيع المياه والشركات الكبرى المتخصصة في إيصال المواد التموينية للمواطنين في المنازل. وتشمل هذه الآلية فتح الصيدليات واقتصار نشاطها على التوصيل المنزلي لضمان عدم الاختلاط وخرق لحظر التجول. المخابز أيضاً ستبدأ اعتباراً من فجر يوم غد الثلاثاء بفتح مخابزها، لكن لن يكون هناك بيع مباشر للمواطنين. بإمكان المواطنين الأعزاء الحصول على الخبز من خلال المركبات المصرح لها بتوزيعه والتي ستصل لجميع منازل المواطنين. أيضا سيتم فتح جميع الصيدليات اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، لكن لن تقوم بالبيع المباشر للمواطنين. وفي ظل الإعلان عن استمرار حظر التجول لأيام أو أسابيع مقبلة، أكدت الحكومة الأردنية على استمرارية العمل للخروج بآلية وحلول لاستمرار تزويد المواطن بالحاجات الأساسية التموينية، بينما أكد وزير العمل على إيصال رواتب المعونة الوطنية لمنتفعيها من خلال الحكام الإداريين ضمن شروط السلامة العامة. حظر التجول مستمر، لا استثناءات على ذلك. ما نريد أن نتعود عليه من الآن فصاعدا ولنهاية الأزمة إن شاء الله هو تأمين متطلبات إدامة الحياة. سوف نتعود على عدم وجود أي كماليات. مصلحة المواطن هي الضرورة القصوى. هذا وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواصلة العمل عبر منظومة التعليم عن بعد وإلغاء الامتحانات خلال فترة حظر التجول، فيما يتم النظر لتمديد الفصل الدراسي الثاني وتأجيل البت في الفصل الصيفي. عمل دؤوب من مؤسسات الدولة كافة، الجيش العربي والأجهزة الأمنية والحكومة الأردنية من أجل إيصال المواد التموينية الأساسية للمواطن الأردني، وتشديد على حظر التجول خلال الأيام القادمة من أجل ضمان سلامة المواطن الأردني ومحاصرة فيروس كورونا. دام الكردي، قناة الغد، عمان.